أنا اسمي محمد خضير، أنا شريك مدير قطاع أسواق المال في مكتب التمييز ومشاركه، مسؤول عن تطوير قطاع أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وعن الصفقات التجارية اللي بتتم على مستوى الريجن كلها. أنا طبعا النهاردة سعيد جدا أن أنا أكون مع لو تي في من التي فيز المميزة وأول تلفزيون متخصص في مجال القانون، ففخور جدا أن أنا أكون معاكم النهاردة. ومكتب التميمي الحقيقة من أحد المميزات الرئيسية في أن هو بيغطي منطقة الشرق الأوسط كلها، فدول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وهو أكبر المكاتب في المنطقة بحوالي أكثر من 370 محامي بيغطوا كافة المجالات المختلفة من صفقات الاستحواذ والاندماج والمنازعات القضائية، التحكيم، صفقات التمويل والبنوك، قوانين الإعلام والاتصالات وكافة المجالات القانونية على اختلافها. وهو مكتب بدأ في الإمارات العربية المتحدة وتوسع إلى أنه أصبح بيغطي كافة دول مجلس التعاون الخليجي، العراق والأردن ومصر. فإحنا سعداء جدا أن إحنا النهاردة كان لنا الفرصة أن إحنا نبقى جزء من الفعاليات مع ميرجر ماركت في أول مؤتمر يعقدوه في مصر، ولذلك كنا حرصنا على أننا نكون من الرعاة الرئيسيين لهذا المؤتمر باعتباره مؤتمر هام لتوصيل رسالة من القطاع الخاص إلى المستثمرين في كافة أنحاء العالم أن التطور اللي حصل في مصر في البنية التحتية وفي مناخ الاستثمار وفي الخطوات البنية التشريعية وخلافه أتاح أفاق جديدة للاستثمار في مصر وأتاح فرص استثمارية واعدة وغير محدودة في كافة المجالات. من ضمن النقاط اللي أثيرت النهاردة هي نسب العائد اللي بتصل في بعض القطاعات إلى أكثر من 40%. بعض الأمور اللي أثيرت النهاردة إن أصبح في مصر النهاردة بنية تشريعية قوية من قانون الاستثمار وقانون إفلاس وتخرج من السوق، ومصر بتسير في اتخاذ الخطوات الفاعلة على أرض الواقع لتدليل هذه العقبات من الناحية الإجرائية والناحية العملية. فأعتقد أن المؤتمر النهاردة إذا كان فيه خلاصة انتهى ليها فهي أن مصر بتشهد نمو وجذب في قطاعات مختلفة في الاستثمار في مصر، ومناخ الاستثمار شهد إصلاحات غير مسبوقة في الفترة الماضية، وإن شاء الله الفترة القادمة حتشهد زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الأنشطة متوسطة وصغيرة الحجم وريادة الأعمال باعتبار دي محاور رئيسية للتنمية في مصر. شكرا جزيلا.